إمبراطورية تواصلت فيها الحضارات ولم تنقطع، أصبحت تتحكم باقتصاد العالم بقوة صناعية تشكل خطرا كبيرا على باقي الدول، وبعدد سكان وصل إلى 5 سكان الكرة الأرضية. إمبراطورية الصين، 1,400,000 إنسان تقريبا يعيشون على أرض مساحتها تجاوزت 9.5 مليون كيلومتر مربع. لو تجمع كل 1,000,000 صيني بفكرة جديدة وقرروا تطبيق رؤيتهم، فمن الممكن أن تنقسم الصين إلى أكثر من 1,000 دولة وتنتهي الإمبراطورية التي حكمت الشرق والغرب. فكيف تسيطر الصين على هذا العدد الهائل من البشر؟ على مر القرون كان من يحكم الصين يجد صعوبة في الاطلاع على الأحداث والتفاصيل اليومية، فالمساحة شاسعة وعدد السكان هائل، حتى انتشر المثل الصيني القديم: السماء عالية والإمبراطور بعيد جدا، بما يدل على صعوبة مراقبة الشعب. أما اليوم فوجب على الصينيين أن ينسوا هذا المثل إلى الأبد. مراقبة الحمض النووي، طريقة المشي، متابعة الأديان، كاميرات ثابتة وأخرى متحركة، محركات بحث الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، أساليب متعددة في فرض السيطرة. ما بين 200,000,000 و500,000 كاميرا ثابتة تنشرها الحكومة الصينية لمراقبة الصينيين، كاميرات بخاصية التعرف على شفرة الوجه وتحديد الهوية الشخصية خلال ثوان قليلة. ليس هذا فحسب، بل تقوم أيضا بنشر طائرات بدون طيار تحمل كاميرات مراقبة لترصد أي حركة في المدن والقرى. هل تصدق أن أكثر من 30 وكالة عسكرية وحكومية تشرف على طيور للمراقبة، التي إذا نظرت إليها تظن أنها حمائم أو طيور سلام، لكنها في الحقيقة طيور إلكترونية تعمل على تصوير ومراقبة أدق التفاصيل لحياة الصينيين؟ أبدعت الصين في سيطرتها الإلكترونية ليصل بها الأمر إلى تحديد هوية مواطنيها عن طريق خطواتهم وطريقة مشيهم، حتى وإن كانت وجوههم مخفية وغير واضحة. تعتبر الصين فضولية نوعا ما، فهي تحب معرفة أدق التفاصيل عن شعبها، فتراقبهم بالوسائل التقنية الحديثة والوسائل التقنية التي تخطت الحديثة. يقيم الصينيون حسب أجهزة المراقبة بأنهم صالحون أو معتدون على القوانين الصينية، يعاقبون بحرمانهم من الكثير من الامتيازات كالمنع من السفر بالطيران أو إيقاف القروض البنكية. الجدار الناري الصيني العظيم، وصف أطلقته الحكومة الصينية على ما تقوم به من حصار للخونة كما تدعي، فبدأ يندرج تحت هذا الشعار الكثير من القوانين التي تكبل الصينيين وتجعلهم تحت مجهر السلطات الأمنية. ازداد عدد مستخدمي الإنترنت عام 2010 ليتجاوز حاجز 500,000,000 إنسان، فانتقل خبراء الأمن إلى خطوات أكثر صرامة: حظر الفيسبوك نهائيا، يوتيوب، واتساب، تويتر، إنستغرام، أمازون، وآلاف المواقع الأخرى التي منع الصينيون من استخدامها. أدخلت تطبيقات صينية بديلة تستطيع السلطات إحكام السيطرة عليها، فتم تقنين المعلومات وجعل العالم مغلقا أمام الصينيين، حتى أنه في حال قيام أحدهم بالبحث عن مواضيع محظورة يتعرض صاحبها لانقضاض الشرطة السرية ومداهمتها. معدل مذهل في مقاييس التكنولوجيا الحديثة، ملايين الكاميرات وبلايين الكودات، قدرة على مسح شامل لكل التعداد السكاني الصيني في ثانية واحدة، لتتربع الصين على عرش أعلى تأثير على الأفراد عرفته البشرية. ولكن الغريب في الأمر أن غالب الصينيين يشعرون بالسعادة ويقومون بأكبر إنتاج صناعي يغذي العالم، ويمضون معظم ساعات اليوم في العمل بلا ضجر أو ملل. فهل ترى أن النظام الصيني ناجح في التقدم بشعبه، أم أن الصينيين كغيرهم من الشعوب يتعرضون للقهر والظلم والاستبداد؟